تعرضت العاصمة الليبية طرابلس إلى ضربة جوية، بينما واصلت قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر حملة مستمرة منذ 3 أسابيع لانتزاع السيطرة على طرابلس. ودأبت قوات الجيش الوطني الليبي المتحالفة مع حكومة موازية في شرقي البلاد على شن هجمات جوية منذ بدء الهجوم لانتزاع السيطرة على طرابلس، ما أدى إلى تفاقم حالة الفوضى التي تشهدها ليبيا منذ الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011.